وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس 60 دقيقة فوتوشوب. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية إخفاء أجزاء من الصورة بطرق مختلفة. في هذه الصورة راح نخفي هذه الشخصية طبعا بطريقة بسيطة. نجي لأداة اللي هي اللاسو تول، وطبعا نجي نحدد تحديد أكبر من الشخصية بقليل مثلا بهذا الشكل، وطبعا نضغط كليك أيمن ونختار فيل. ضروري نتأكد انه عندنا الكونتنت اور، طبعا ضروري هذه القيمة مفعلة، ومن ثم اوكي. ننتظر شوية، طبعا هذه تأخذ يعني حجم كبير من الرام. اذا لاحظ تم اخفاء الشخصية بشكل احترافي جدا. نجي الى الصورة الثانية، عندنا هذا الجزء. طبعا نجي الى اداة باتش تول، هذه أداة الترقيع، وطبعا راح نجي نحدد هذا الجزء اللي هو هذا الشعار أو كلمة لوف، راح نخفيها. طبعا ضروري إنه ناخذ من مكان قريب، يعني مثلا إذا لاحظ هذا المكان هو بالأعلى يكون قريب، يعني إذا لاحظ إنه هذا الشكل يعني مو صحيح وهذا أيضا مو صحيح، نحاول نختار مكان قريب حتى يكون درجة الألوان والإضاءة والظل متناسقة. إذا لاحظ إنه تم إخفاء الشعار بطريقة احترافية أيضا. نجي إلى هذه الصورة، طبعا راح نخفي هذا الجزء بالطريقة اللي هي طريقة الأصعب. طيب نجي إلى أداة الختم، وطبعا نجي نكبر، طبعا نجي ناخذ ختم من هذه المنطقة بالألت طبعا، وطبعا نرسم بهذا الشكل. طبعا نحاول انه يعني يكون شكل الطابوق قريب، يعني مثلا هنا ممكن ممتاز جيد، ممكن لا بأس ننزل الى الاسفل بهذا الشكل، ننزل ايضا جيد. الان راح ناخذ من هذه المنطقة وراح نخليها بهذا الشكل، لا بأس ان ننزل جيد وجميل. طبعا ممكن انه يعني ناخذ قريب بشكل قريب، ممتاز. الان راح نجي نصغر الأداة، وراح ناخذ ايضا مثلا من هذه المنطقة ممكن، مثلا بهذا الشكل، ممكن يكون بهذا الشكل. طبعا ممكن يعني إذا نحدد يكون أجمل. طبعا ممكن نجي إلى أداة البوليجون ونحدد تحديد بسيط على التعيين، مثلا ممكن يكون بهذا الشكل، مثلا ممكن بهذه الطريقة نحدد. ونجي نستخدم الختم، ممكن ناخذ كليك من هذه المنطقة، ممكن انه هذه المنطقة ما تخدمنا، ممكن ناخذ كليك من هذه المنطقة، ممكن نجي ناخذ كليك من هذه المنطقة ايضا. هي الفكرة انه يعني اخذ منطقة صالحة، وطبعا رسم بمنطقة اخرى وهكذا، ممكن يكون بهذا الشكل، ممكن ناخذ من هذه المنطقة ونرسم بهذا الشكل ايضا بنفس الطريقة، ممكن ناخذ من هذه المنطقة ممكن ايضا، جيد. الان لاحظ انه هذه المنطقة اصبحت احترافية ايضا بنفس الطريقة، نكمل الرسم.
طبعا أنا أفضل إنه يكون تحديد ولو تحديد بسيط بأداة البوليجون، يعني حتى لو تحديد بسيط جدا مو إلا دقيق كلش. وطبعا إذا يعني بأداة البين تول يكون التحديد دقيق وطبعا أفضل، ينطي نتائج جيدة. ولكن لا بأس بأداة البوليجون اعتبارها أداة سهلة. لا بأس انه نستخدمها. ايضا نجي على اداة الختم، وطبعا ناخذ كليك من هذه المنطقة، وطبعا نرسم بهذا الشكل. وكنترول دي. اذا لاحظ انه تم اخفاء المجسم بشكل احترافي جدا. طبعا هنا استخدمنا طريقة اللي هي الباتش تول، وهنا استخدمنا طريقة التحديد اللي هو الفيل. طبعا ممكن انه اذا لاحظ انه اكو عندنا هنا يعني ممكن خط، ممكن نحاول نلغيه من خلال نفس الطريقة فيل، وطبعا نأكد انه كونتنت اور، ومن ثم اوكي ننتظر الى ان يقل الخط. ممكن ايضا اذا تحبون تعيدوه لا بأس، ولو اني اشوف العمل احترافي لكن لا بأس انه نعيده للمرة الاخيرة، لأن يعني الشخصية كلش كبيرة وإخفائها بشكل احترافي يتطلب وقت. ممتاز. وطبعا في الصورة الثالثة استخدمنا طريقة الختم. طبعا الحمد لله أكملنا ساعة كاملة من الشرح على برنامج فوتوشوب، وطبعا كانت نتيجة هذه الساعة هي مجموعة ضخمة من الدروس وتقنيات التصميم، وكذلك تعرفنا على أدوات جديدة وطرق جديدة لمعالجة الصور. نتمنى أن تكون هذه الساعة مفيدة لكم ومهمة. نلتقيكم في دورة قادمة بإذنه تعالى.